يا مساء السعادة والحب على كل متابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من خطوة عزيزة. حلقة النهاردة هي ختام الأسبوع وكمان نهاية شهر أغسطس. اخترنا تكون عن تفسير الأحلام والرؤى، وأنا شايفة أن عالم تفسير الأحلام يعني بيبقى بيشغل أكتر الناس، ودايما بيثير الفضول وحب الاستطلاع عند معظم الناس. أحيانا أحلامنا ممكن تتحقق، وأحيانا بيحصل العكس، وأحيانا من خلال الرؤى بنستقبل رسائل من ربنا بتبشرنا بشيء كويس هيحصل، وساعات حاجات بتحذرنا من حاجة لا قدر الله ممكن تحصل. عالم تفسير الرؤى والأحلام مليان أسرار كتيرة، عشان كده معايا النهاردة اللي هتكشف لنا وتكلمنا عن أسرار ومعلومات كتير خاصة بالعالم ده، هي مفسرة الأحلام والرؤى الملهمة مليكة أيمن أو بنت سيرين. برحب بيك يا ملوكة. حبيبة قلبي، مساء الورد عدى على حبيبتي، كل مساء حبايبك. النور، وحشتينا والحمد لله على حبيبتي سلامتك يا الله أمرايا. يسلم عمرك ويسلم كل المتابعين اللي دعوا لي، وبحب أشكرهم جميعا من خلال البرنامج على الدعوات الحلوة اللي أرسلوها ليا باستمرار، والحمد لله جابت نتيجة كويسة الحمد معايا. لله، المهم إن أنت بخير الحمد ومنورانا لله النهاردة يا قلبي. حبيبتي، تسلمين. ملوكة، عايز أسألك سؤال. الحلم أو الرؤية في التكنولوجيا، يعني مثلا لو واحدة شافت إن موبايلها بيفصل، دوت بيبقى ايه مثلا، حلم ولا رؤية؟ رؤى. رؤى. وكل ما ندخل في حاجة جديدة وأحداث جديدة وتكنولوجيا جديدة، دايما هتلاقينا طبعا الرموز لها معاني. كل حدث أو كل عصر وليه التفسيرات بتاعته. يعني كان في زمان وسيلة المواصلات كانت إيه؟ كانت الجمال، ركوب الخيل. دلوقتي ما فيش الكلام ده خالص، دلوقتي بقت وسيلة المواصلات حاجات حديدة طيارات وسفن حديدة وحاجات. طبعا، بالظبط. فكل حاجة لها تأويلها، هي بس بتتطور مع قدوم الزمن والعصر، فكل تمام. حاجة لها تأويلها ولها معناها فعلا. احنا معانا دلوقتي مداخلة، معانا غادة. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم يا غادة، السلام، ازي حضرتك يا مدام سينا؟ اهلا بيك يا حبيبتي، منورة. ربنا يخليك. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله يا غاده، اهلا بيك يا حبيبتي. الحمد لله. هو انا عندي حلمين مرتبطين ببعض، اعتقد ينفع اقولهم؟ يلا اتفضلي. نقول ايه؟ اللهم انت كل سنه بقول الحق، ويلا قولي رؤيتك. انا حلمت ان انا وجوزي واقفين رايحين نزور والدي في المقابر، بس انا والدي عايش. وبعدين واحنا رايحين انا اشتريت سمك ني، قلت له احنا هناخد سمك علشان خاطر نصدق بيه لأي حد هناك في المقابر، نطلعه على روح أي حد يعني. تمام. فالسمك كان مشوي، سمك مستوي يعني. فاخدت السمك ورحت هناك عند المقابر، لقيت ليها باب وسور كده، وأنا مش عارفة أدخل جوه عند المقبرة بتاعت بابا، بس مقفولة الباب زي المقابر اللي الباب دي. وبعدين أنا في الحلم فوجئت لقيت في قطتين جوه في المقبرة جايين عليا. أنا خايفة منهم، لقيتي عمال ايه؟ أحاول أشوف. قطتين. 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 فانا خايفه منهم، فعماله اهش فيهم، لقيتهم جايين يقربوا عليا وبيحضنوني جدا، فانا اتخضيت فبزق القطه، فلقيتها بقول لها انت مين؟ فقلت لها انت مش عارفاني. قلت لها لا انت مين؟ قالت لي انا بنت اختك. قلت لها مين؟ قالت لي بنت اختك. انا في الحقيقه ما عنديش الا بنت اخت واحده. تمام. فببص على القطه الثانيه، جت برضو حضنتني وقعدت جنبي، ولقيت القطتين دول اتحولوا لبنتي وبنت اختي. قاعدين جنبي في يعني زي ما يكونوا انا رايحه ازورهم، هم متوفيين برضو وقاعدين جنبي، حاسين زي ما تكون روحهم قاعده جنبي تتفرج عليا. ببص على المقبره من جوه، لقيت فيها زي ظهر بقى، بدا ناس بتتحرك جوه وخدوا السمك ده قاعدين بياكلوا فيه. فانا بقول لجوزي في الحلم شفت ازاي؟ زي ما يكونوا عايزين يورونا ان في بعد كده في حياه تانيه. بس انا قمت من النوم على كده، بس انا قلبي وجعني بسبب ان انا شفت بنتي وبنت اختي ملهاش دول علاقة. موجودين برضه في المقابر. طب اسمعيني، هسألك سؤال. انت في الواقع في اشخاص اذوكي وانت برضو عادي واخده الموضوع كده مسامحه زي ما بنقول كده، ممكن تتواصلي معاهم عادي؟ طيب هقول لك ليه. نفسر الرؤية دي وبعدين نرجع للرؤية التانية يا غادة. طبعا أنا شايفة أول ما قالت موضوع المقابر واخدة السمك هناك والمكان مقفول، عرفت إن هي في أشخاص، الحاجز اللي هي شافته ده، عرفت إن في أشخاص فعلا سلبيين جدا وأذوها في حياتها. بس هي يعني عارفة الواحدة المسامحة قوي وتوقع نفسها تاني في الغلط هي معاهم. القطط دي يا مليكه مرتبطه اشخاص بايه؟ هل لون القطط مكرة. برضو بيفرق في الحلم؟ طبعا ما هي ما حددتش اللون. انا ما سالتهاش على اللون، لان انا مش شايفه ان يعني انا لو شايفه ان اللون اسود كنت قلت لها اسود، لكن انا ده مش اسود. صح يا غدا؟ غدا انت معانا؟
غدا. طيب هنكمل التفسير ولو اي استفسار هترجع لنا. طيب انا شايفه من الرموز دي طبعا خافت على بنتها، على بنت اختها، الحاجات دي كلها ملهاش علاقه، هي اللي مسامحه زياده عن اللزوم. الرؤيه دي تحذير ليها، اي حد اذاها في حياتها تتجنبه، الاذى ما عندهم بيتكرر. فانا عايزاها تاخد بالها وناظرين لرزقها، وهي مسلمة فتحة الدنيا معاها زيادة عن اللزوم. فدي رؤية تحذيرية ملهاش علاقة لا بالبنت ولا لها علاقة ببنت أختك، لها علاقة بمدى حبك للناس حتى لو أذوك، بس مش أكتر والله أعلم. تمام مليكة. برضو لو لقينا واحدة مثلا حلمت أو شافت رؤية إنها بتعرف شخص وعاملة يعني حسابه على السوشيال ميديا متابعاه، ده برضو معناه إيه؟ كتير بقى هنا بيدخل في عقل الباطن، بس اوقات بتبقى فيه رموز على سياق الرؤيه بعرف منها دي رؤيه حق ولا لا. فطبعا في ناس تقول لي ايه، انا عملت لايك، عملت بلوك لحبيبي، اجي اسالها انت زعلانه منه بس مش قادره تبعدي عنه، تقول لي اعرف على طول انها نفسها تعمل له الحظر ده او تبعد عنه بس هي مش قادره. ففي حاجات بتبقى نفسيه بتاثر على الراي نفسه. انما وجود الموبايل نفسه ليه تفسيرات كتيره جدا وصعبه يعني، وبتقع يعني الموبايل انكسر، الموبايل ضاع، الموبايل انحرق، دي كلها رموز بفراق، مش فراق أعمار. هي بتبقى فراق مثلا زوج، مقاطعة حد قريب منها، حد من أولادها ممكن يتعب شوية بس بيسترد صحته تاني، بس هيحتاج إن هي تعين وصحة طبيا، بتدخل في اتجاهات. احنا معانا دلوقتي أماني من الدقي. ألو. ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور يا أماني. ازاي دكتورة مليكة، أخبارك يا دكتورة؟ اهلا بيكي حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك يا رب يا حبيبتي، تسلمي. انا كان عندي رؤيه شفتها قريب كده، كانت بالنسبه لي بشوف الايام دي رؤيات غريبه شويه. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله يا رب. حلمت ان انا كنت طالعه مع زمايل ليا عمره، خصوصا كان في زميله ليا اسمها رائده، تمام؟ ورحنا المكان وكأنا عارفة فندق الساعة هناك، بس لما رحت لقيته مش زي اللي أنا عارفاه في الحقيقة. لقيته في بهدلة، وبعدين دخلت في أوضة كده فوجئت إن المرافق ليا هيبقى شاب، أنا في الستين على فكرة، فلقيته شاب في الثلاثين. قلت لهم إزاي هيبقى مرافق ليا في الأوضة حد راجل يعني ما أعرفوش؟ قعدوا يقولوا ما تقلقيش ده عيان وبيموت، تمام؟ فانا اتضايقت ونزلت اتكلم اداره الفندق، لقيت لا مبالاه على الموضوع، كانه الموضوع عادي جدا. فروحت لحد كبير في الفندق قال لي يعني برضه عادي، ما حدش عايز ينصفني في ان الموضوع ده ما ينفعش. فلما طلعت لقيتهم بيشيلوه ولقيته صحي. تمام. المفروض ان هو كان متوفي وصحي. وبعد كده قلت لا ده انا هنزل اتكلم عند اي حد كبير، شيخ في الحرم او كده، فنزلت لقيتهم بيقولوا عادي. انا بقيت مستغربه، فرجعت الفندق. طبعا كنت في حاله توتر وحاله مش طبيعيه لان الوضع مريب، ده انا في السعوديه وفي عمره يعني. المهم فلقيته انه مات وشالوه من الاوضه وجابوا لي مكانه اتنين ستات، والأوضة كانت مبهدلة قوي، وبدل ما كانت سريرين بقوا ثلاث سراير. فوجئت إن هما السرير اللي هنام عليه في دايرة في النص كده زي اللي بيحطوها للمريض اللي ما بيقدرش يدخل التويلت، يبقى فاهماني حضرتك؟ فاهمة. أنا قلت إيه ده؟ قالوا كل السراير كده. فبعدين أنا حسيت إن الوضع مش عاجبني، فقلت أتوضى وأنزل ألحق زميلتي رايدة. فانا بتوضع حسيت الميه بتنزل، الميه كانها في الاوضه كان الدش في الاوضه، وانا بتوضع والميه نزلت على السرير. فانا اعترضت تاني وخرجت من الاوضه، قلت لا ده لازم يغيروا لي، صحيت من النوم على الفجر. في حد تعبك نفسيا؟ انت متاثره من حاجه نفسيه قوي؟ لا الحمد لله. ومن خمس ست سنين في حاجه مرتي بيها؟ من ايه حضرتك؟ خمس ست سنين. اشمعنى خمس ست سنين؟ في حاجه مرتي في الوقت ده لسه مأثره في حاجه عندك؟ لا انا حاليا كنت تعبانه، بس كنت مش مبلغه الناس عندي بالتعب اللي عندي. ايوه ليه بقى مش مبلغيهم؟ لان هيبقى ما لهمش لازمه. فلقيت ان انا ايه اكتفي بنفسي وبالاصدقاء المقربين ليا جدا. هقول لك ليه، لان الفجوه اللي موجوده في السرير دي حاجه فعلا فعلا مأثره عليكي جدا، وكتماها جواكي قافلاها عليكي شويه. دي حقيقه. ايوه ما ده اللي واضح لي، مش سايباها مأثره عليا يعني خلاص، يعني
هو ده امر الله زي ما بيقولوا. هنقول خلاص بقى ايه، تركناها ربنا. تمام ماشي. طيب تمام. حضرتك رحتي عمره امتى اخر مره؟ لا ده بعد وفاه ماما كده، قولي من 5 6 سنين. ما انا بقول 5 6 سنين، هي نفس التوقيت فعلا. ايوه ما انا بقول في 5 6 سنين لاني شايفاهم يا عمره يا اياح في حاجه. أيوة. كانت احسن حاجه حصلت لها من 5 6 سنين، بعد كده الموضوع تدهور معاها. بس يا ست الكل عايزه اقول لك على حاجه، ربنا يا رب يديك الصحه والعمر المبارك. انا ان شاء الله عايزاكي تهدي. انت طبعا بتقولي دلوقتي انا بقيت خلاص، لا الواحد لما بيوصل لمرحله، اسفه في الجمله، البرود التام دي، بعد كده بيحصل دروب مش طبيعي. فانا عايزاكي تاخدي بالك، لان احياء او موت الشخص اللي موجود ده، وحضرتك عايزه يعني بتسعي ان هو يحيى تاني، دي بتعود عليك. لا بعد لا كده انا مش عايزاه يحيى، ده انا يعني انا ارتحت ان هو مات وشالوه. ارتحتي؟ ارتحت انه مات وشالوه، لانك قلتي ان انت توترتي وقلقتي ازاي ازاي يحصل ده في العمره. يراقبوني. طيب هناخد بالنا برضو على صحتنا على قد ما نقدر بالله عليكي، لان الرؤيه فعلا تحذير. احنا بنشكرك يا ربنا يحفظك بحفظه يا رب. معانا مين؟ معانا فاطمه، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فاطمه. ازي حضرتك يا استاذه بسعيد؟ اهلا بيك يا حبيبتي. ازي الدكتوره مليكه؟ الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يا رب يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا حلمت حلم امبارح. انا عندي 2 خلان ساكنين فوق بعض. اللي تحت متوفي، فانا كنت عندي خالي اللي فوق ونزلت، فخالي المتوفي اسمه زكريا. فقال لي تعالي، ودخلت قال لي هقول لك على حاجه ما تزعليش. قلت له خير. قال لي ابنك عبد الحميد مات. انا ابني يعني اسمه عبد الحميد. المهم دخلت قلت له ازاي؟ دخلت لقيته ملفوف ببطانيه ونايم على السرير ميت، بس مش متغطي كله صح؟ فقال لي بصي هو كان تعبان ومات. انا فضلت اصوت واعيط يعني انهارت، لدرجه ان انا قمت من النوم تعبانه. بس قبل ما اقوم من النوم لقيت مراته بتتكلم في التليفون مع حد وعماله تضحك، هي ما تعرفش يعني ما تعرفش ان هو مات. بتضحك بصوت عالي؟ نعم بتضحك بصوت عالي. وبعدين فانا قلت لها ايه، هات اما اكلمها واقول لها. بس انا ما قلتلهاش، هو انا صحيت من النوم. هو ابنك فين اصلا في الواقع؟ نعم ابنك فين؟ فين؟ أوه. بيشتغل بس جنبي يعني، احنا ساكنين وهو يعني شغال. طب حضرتك في المنطقة. تعرفي عنه حاجة في شغله؟ طبعا عارفة امور شغله كلها. في مشاكل عنده في شغله؟ طيب شوفي هقول لك على حاجه، هي طبعا ما تقلقيش، انا طبعا هي اول ما ذكرت الرؤيه قلت لها هو مش متغطي وشه كامل، لان ما لهاش علاقه بالاعمار. ليه بقى؟ هنا المتوفي اي حد بياخد جملتين متوفي، فلان مات يبقى كذا يبقى موت فلان. فدايما اقول يا جماعه قول الميت مش دايما حق، عشان بيبقوا في دار الحق. فهنا الرمز واضح لي ده مش وفاه، ده حاجة اتجاه تاني خالص خاصة بشغله. هتأثر عليه جدا شوية، هتأثر في تأثير سلبي على الماديات عنده. ومراته بقى تحكي لي بتضحكوا، طبعا ده التأثير اللي أهل بيته هيمروا بيه. طبعا الأم هنا لو إمكانية المساعدة متاحة عندها تمام، مفيش، اكثري من الدعاء ليه وإن شاء الله حاله يتبدل للأفضل. وكل ما كان ملفوف ببطانية أفضل كمان من الملاية، لأنها جاية من الستر، يعني الموضوع بياخد وقت وبيعدي في موضوع الشغل بتاعه والله أعلم. طيب احنا دلوقتي برضو لو جينا سألنا مليكة، في ناس ممكن تفسر الأحلام تفسير غلط. يعني مثلا الدم ممكن تقولك ان ده بيفسد الحلم، وفي ناس تقولك ممكن ان الدم ده مثلا بيبقى شيء رمزي، يعني ممكن يبقى إيجابي مش سلبي. الدم دايما سلبي. الدم سلبي. سلبي سلبي سلبي، إلا إذا العذر الشرعي للمرأة فقط، ده ليه تأويل تاني خالص. أما الدم العادي فده معناه بتدخل في بند المشاكل، بتدخل في حتة خسارة الماديات، دايما في قلق من ناحية الدم ما يتشاف. فلازم أي حد يشوف رؤية زي دي يستعيذ، مشكلة بدأت تتفتح معاه يقفلها تماما ويستحمل، يتغاضى عن أي مشكلة هو داخل فيها. أما الاتجاه التاني كعذر شرعي للمرأة وكده، لا بتبقى انفراجة، بتبقى زواج، أوقات بتبقى حمل، فليها تفسيرات كلها حميدة، وأوقات بتكون ذنوب. احنا معنا أم روضة. ألو الو ايها السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك عامله ايه؟ اهلا بيكي حبيبتي. لو سمعتي انا حلمت ببنتي كانت جميله، كانت في اوقات جنبي بس كانت لابسه اسمر شويه، فقلت لها تعالي نتعلم الصلاه وعلمتها الصلاه وكنا بنصلي انا وهي سوا. مجهوله؟
البنت دي مجهوله بس شكلها كويس يعني. طب كويس تمام. وبعد كده بعد ما خلصنا الصلاه انا وهي طلعنا يعني من الاوضه وكده، لقيت مامتي واقفه ومعاها ناس كتير ومعاهم زي طفل صغير فرحانين بيه قوي. ولقيت يعني اسف التعبير صدري يعني بيجيب لبن كتير، فانا كنتش عارفه ده ايه يعني. انت انسه ولا ايه؟ لا انا متجوزه. متزوجه؟ تمام. طب ده معنى ايه بقى؟ عندك ذريه ولا لا؟ اول اتجاه هسال فيه. عندي ما شاء الله، عندي روضه وعندي مصطفى. ربنا يحفظه. انت بتقولي مامتك اللي كانت واقفه مع الناس صح كده؟ شايله طفل صغير. طيب هو الطفل لو شكله هيئته كويسه وما بيعيطش دي مناسبه طيبه، هي ادت قوي في حياتها لان الرضاعه مصدر العطاء. أيوة. او لو منتظره حمل بيترزق بحمل. أيوة. فهنا لما تلاقي الام معاها طفل يبقى في موضوع هي منتظره ربنا بيبشرها بيه، وهيكون يعني جاي لها خير ان شاء الله جدا وفي خلال 3 شهور بس. أه. هتلاقي في موضوع هي بتسعى ليه قوي ربنا هيحققه لها في خلال 3 شهور باذن الله تعالى والله اعلم باذن الله. طيب مليكه لو جه حد مثلا حكى حلم قبل ما يحصل يعني ايه؟ يعني مثلا انت انا حلمت بحلم وحد مثلا حكيته لحد ليه، هل ده ممكن لما يحصل ياثر عليه؟ انا حكيت لحلم وحد حلمه نفس الحلم اللي انا حكيته بالظبط. تاثير نفسي 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 يعني كتير ده بتحصل كتير جدا، حد يحكي حاجه بنتها تحلم نفس المنام او اختها تحلم نفس أو الحلم او في الرموز بتاعته فده بيبقى نفسي بس مش اكتر، تاثير سلبي بس مش طبعا أكتر. لا نفسي نفسي. معانا عفاف. الو. ايوه يا فندم سامعاني؟ يا حبيبتي اتفضلي. بصي يا فندم انا عندي رؤيه اللي انا ماشي انا واخويا في طريق واخويا انا وهو كنا موقف حما يعني متجوز وكده، ولا هو بينفع مع خطوبه ولا انا مطلقه وهو لسه يعايز. المهم مشيت في طريق ولقيت حد بيقول لي انت عارفه اخويا استنى شويه وانا كمل الطريق دوت على ايدي اليمين في شجر جوافه بس ما فيهوش جوافه، الشجر بس شجر ما فيهوش جوافه. الشجر استني شجر يابس يعني ما فيهوش الورق الاخضر. تمام. لا في ورق اخضر بس ما فيهوش الجوافه نفسها. السمراء. تمام. المهم حد قال لي انت عارفه ايه ده؟ قال لي ده رقم 2 او الثانيه. سبته وعديت شويه لقيت حد اعرفه ابن عمتي جاي في صوره حد كان عايز يتقدم لي وما جاش ولابس قميص لونه اصفر او اللي هو لون الشمس وفارد دراعه وعليها عيش اكتر من رغيف عيش وفي ايه ورقه، وبقول له واحنا مش هنتفرج على الماتش؟ قال لي الساعه 10 هو جاي في صوره ابن عمتي مع والبني ادم الثاني جايين في حاجه واحده يعني. والبني ادم الثاني اللي هو كان عايز يتقدم لي ده المنام ده بقاله قد ايه؟ ده بقاله 2 3 سنين وبعديها بفتره لقيت ابن عمتي جايب عروسه لاخويا واخويا اتجوز. تمام. وابن عمتي من اسبوع كان فرح بنته ورحت حضرته. اما البني ادم اللي هو كان نفسه عايز يجي يتقدم لي ده ما بيتكلمش معايا خالص ومش فاهمين، هو بيظهر في اكتر من حلم. قولي لي اخوكي اسمه ايه والشخص اللي محمد. هو ابن وابن عمتك؟ ابن عمتي محمد والبني ادم اللي انا عايزاه اسمه محمد برضه. طيب محمد. طيب ممكن اقول رؤيه ثانيه للبني ادم ده برضو؟ للبني ادم قولي. للبشر. للبني ادم. بصي انا حلمت ان اختي المتوفيه جايه لي في اوضه النوم بتاعتي وتليفوني بيرن وانا بجري على التليفون ده وعارفه ان محمد اللي بيرن. ومين؟ وعارفه ان محمد اللي بيرن. اللي هو الكائن ده اللي هو اللي تعرفه الشخص اللي نفسي. هو البني ادم اللي اعرفه ده. انت عايزاه؟ انت بتتمنى؟ عايزاه. هو بني ادم كويس قوي وراجل صالح يعني. تمام. ورقم التليفون على ال 012 وفي النص مش واضح حاجه وفي الاخر 28 وبنتها مريم واقفه جنبها واختي دي توفي. دعاء. انت عارفه ان انت عماله يتكرر معاكي رمز رقم 4 4 4 بيتكرر كتير قوي طبعا. انت معلش مش هبوح شويه بالحته دي عندي. طيب اختك سوي قفلت؟ قفلت. طيب شوفي بقى، هي طبعا الرؤيه دي انا شايفه انها هيمر عليها 4 من الوقت. طبعا اخوها مر عليه 2 بس مرتبط. ارتبط من 2. انا عندي بقى هنا 4 شهور لان في حاجه كده اتكررت معايا 3 مرات في الرؤيه بتاعتها الرمز ده. لما يتكرر 3 شهور هو مش هبوح بي يعني خليها تاخد التفسير. تمام اوكي. فان شاء الله في خلال 4 من الوقت اللي هم
ثلاث شهور مش سنين، ان شاء الله رب العالمين هيجي لك خبر من ناحيه الشخص ده، واتمنى من الله هيكون خير ليك. عايزاكي بقى تمشي على التحصين، لان وجود اسم مريم في الرؤى بيدل على الوقف. احنا معانا صباح دلوقتي. الو صباح. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. احنا ممكن بس نقول حلمنا في السريع علشان الوقت وفي اتصالات كتير قوي. طب لو سمحت، انا عندي حلم، حلمت البنت. اتفضلي. خيرا ان شاء الله. هي بتقول يا ماما خارجه، وبتقول يا ماما انا كنت حاطه شنطتي فجت عليها طينه. الطينه دي من ايه؟ لا والله انا ما رشتش. ومن ساعتها وانا قلقانه عشان هي مريضه السكر. حطت على الشنطه ايه؟ طينه. طينه؟ هي الشنطه لونها ايه؟ اسود؟ لا، بتقول يا ماما ليه كده؟ وانت بتقولش حطيتها على الشنطه طينه ليه؟ لون الشنطه ايه؟ لون الشنطه ايه حاجه؟ تقصد لون الشنطه ايه؟ اه الشنطه اللي اتحط عليها لونها ايه؟ لون ابيض. طب الحمد لله. ابيض. تمام. وانا قلقانه عشان هي دايما تعبانه والله، وقلقانه عليها جامد. هي عندها ايه؟ هي مريضه السكر من الدرجه الاولى، وعندها 26 سنه، وعندها ولد. في حد مزعلها من ابنائك؟ كتير. هي دي الطينه اللي اتحطت من اتجاه الام، دول الاخوات. الشنطه البيضه كده، قول لهم ما يظلموهاش، البنت مظلومه جدا. البنت بيجوا عليها هي الشنطه. طبعا انا لما قلت السوده او كده كنت خايفه المرض يتمكن منها، لكن لا، بس الحمد لله طلعت اللون الشنطه هتطلع من المرض، بس التاثير النفسي من اتجاه اللي حواليها هو اللي بيصب عليها المرض تاني. من اخواتها وبتقع في ظلم كبير جدا. فحضرتك بقى دورك، ما حدش يجي عليها، ما توصل لهاش كلمه مثلا اخوكي زعلان منك في كذا او حصل كذا. يا ريت نبعد عن الجزئيه دي، وربنا يا رب يحفظها ويشفيها يا رب. والله يا رب. اللهم امين. معانا مين؟ الو. طيب مليكة، لو سألنا الولد في الحلم دايما يقول انه بيرمز للهموم والمشاكل، والبنت بترمز للدنيا والخير. شفتي، هي رجالة كلها مشاكل بس الاطفال لا. فهماني، هي الاولاد لا. طب احنا معانا انتصار طبعا. ونرجع نكمل. طيب. الو. ايوه يا فندم. انتصار اتفضلي. ايوه يا فندم الشرقية. اهلا بيك. أيوة. يا حبيبتي اهلا بيك. سلام عليكم. وعليكم فضلي. السلام ورحمة الله. معايا مدام حسينة. اهلا بيك يا حبيبتي اتفضلي. اهلا يا حبيبتي، منورين الشاشه. ربنا يبارك فيك اتفضلي. يا فندم، ليا عمه اسمها مبروكه متوفيه ليها 20 سنه. الله يرحمها. وبعدين شفتها في الرؤيا جياني، هي كانت بشرتها سمره شويه. فشفتها في الرؤيا جياني حاطه روج على شفايفها. تمام. لونه نبيتي كده، وعلى خدودها نفس الوضع، وعلى حواجبها نفس الوضع. تمام. وبعدين مديت ايدي على وشها كده وقلت لها ايه الجمال دي، ايه الحلاوه دي، فابتسمت لي يعني. تمام. دي الرؤيه. فانا شفت برضو الموظف بتاع المعاشات يا فندم بيديني بالطين في الرؤيه، وكبار وحلوين خالص برضو. بيديكي ايه؟ بالطين. المعاشات ليا ورد يعني في المعاشات كده. فشفت الموظف بيديني بالطين كبار. شكلهم حلو خالص، اداهم لي في ايدي. تمام. ما شاء الله. في حد من اولادك او حضرتك في حاجه منتظرينها ماديه؟ منتظر يا فندم، معاشي واقف ولي 8 شهور ومنتظره. هيحصل وهيتحقق ان شاء الله رب العالمين، وهتصرفي ابتسامه المتأول. ما انت قلتي انها جايه لك وحاطه روج البنك، في فرحه جايه لك. الابتسامه بتاكد الفرحه. البيض اللي اخذته ده رزق، رزق هيجي لها من اتجاه مكان ماديات. فان شاء الله. معنا شيماء. ربنا يرضيك يا رب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيماء. السلام ورحمه الله. انا حلمت دكتوره ان انا حد نايمه، وحد عمال يخطفني، وانا عماله اصوت جامد قوي، بس الشخص ده مش باين. حد ايه؟ حد بيخطفها وهي نايمه. بيخطفك؟ والشخص ده تعرفيه؟ لا معرفوش. ما تعرفوش. طب شكله مخيف؟ شكله مخيف، مش باين له ملامح. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 35. ايه مش مرتبطه ولا ايه الوضع؟ لا، ده انا بنتي متجوزه عروسه، وبرده بنتي بتحلم بنمل اسود سارح على جسمها برضو. يعني هي في حد عندك؟ لا استني، هي عندها بنت نمل. استني، لا بنتها صغيره. بنتها بتحلم بقى.
هو الخطف لما تكون خايفة في حد باصص لحياتها لدرجة أنه بيوقف لها حاجات كتيرة وخير وراحة واستقرار. ظهر بعد كده النمل لبنتها بقى. هو كده لأسرتها كلها، طالما أن البنت والأم شافوا أحلام متشابهة لبعض ممكن تشوف حشرات، بنتها تشوف نفس الحكاية، حاجة تانية بتشوف نملة على طول نملة. على جسمها. فأي حاجة من الرموز دي بيكون بند الحسد متاح عندهم كبير جدا جدا، وللأسف حد بتتخطف يعني. الخطف ده حد باصص للخير حد اللي عندها، حد باصص لهم يعني هم قوي بيمنعوا. ربنا يا رب يحفظك وحصنوا نفسكم ضروري. معنا مصطفى من اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ مصطفى. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. الله يحفظك. انا عندي مشكله دكتوره ومش عارف حلها ايه والله. انا جيت ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا عندي ان انا ببقى نايم وبقوم اتفزع بدون ما اشوف حلم وبدون ما اعمل يعني اقوم وامشي في الشقه وممكن اتفزع واجري واصرخ واعمل حاجات غريبه كده وبتفاجئ بيها ثاني يوم مراتي تيجي تقول لي حصل كذا كذا. هي كمان. فدي عامله لي مشكله كبيره جدا، بتمنعني ان انا اروح اتضايق عند اخواتي، عند اختي، عند قرايبي. بقالك قد ايه على الوضع ده؟ لا من زمان يا فندم، من زمان يا فندم. مفيش اتاحه ان انت تغير السكن؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، هو المشكله ان كان والدي بيعاني من نفس المشكله. السكن يعني السكن اللي حضرتك فيه كان والدك فيه؟ ما هو كنا في سكن قبل كده وبعد كده بقينا في سكن، احنا في اسكندريه بقينا مرحلتين كده يعني، سكننا من 80 لحد مثلا 93 في سكن، وبعد كده نقلنا من 93 لحد دلوقتي في سكن تاني. يعني كان بيتكرر من ايام الثمانينات لحد دلوقتي. نفس الوقت. حضرتك اقوم اتفزع وممكن اجري واعمل حاجه وربنا بيسترها معايا، لان مراتي بتقول يبقى في قوه غير طبيعيه وممكن تشيلني كده وتلف بيا الشقه. هي يعني الحمد لله مراتي قلبها جامد يعني. يعني هي كمان بتشوف كده؟ نعم فندم. هي كمان بتشوف زي ما حضرتك بيحصل لها نفس الوضع؟ لا 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 لا. طيب يا استاذ مصطفى، طب عايزه اقول لك على حاجه. هو اولا ده مش مجالي. الجزئيه اللي انا عايزه اقولها لك، سوره البركه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بها، فيها البركه في البيت، في يعني انتوا تقروها. في اتاحه لتغيير السكن، بس العفش نفسه لازم يتغير. لان اوقات خدام المكان والحاجات دي كلها، هي طبعا مش مجالي مش عايزه ادخل فيها عليهم. بس عليهم بسوره البقره بالظبط كده. هي دي النصيحه اللي اقدر اقولها احنا لك. معانا ريم. الو. ايوه ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. الدكتور هتعرفني طبعا من غير ما اتكلم. توتر صح؟ وحاسيني جدا جدا حبيبه قلبي. حبيبتي مبسوطه جدا، يا رب تفضلي بصحه وعافيه حبيبه قلبي. اللهم امين يا رب. من المميزين عندي في المتابعين معايا ريم. الله عليك حفظتك. أيوة. استاذه بسينه حفظتك صح؟ حبيبتي انا مش هطول عليكي. هم حاسين في ثانيه. حلم الاولاني حماتي حلمت بيا ان انا جبت ولد، يعني طفل جميل اسمه وسميته محمد. ما شاء الله. ده الحلم الاولاني. الحلم الثاني سلفتي حلمت ان انا بدهن الشقه دهان جديد، وان هي كانت واقفه معايا يعني في الشقه وكده، وانا بقول لها ايه رايك ومش عارفه ايه وكده. ما شاء الله. بس كده. انا عايزاكي بقى قبل ما اقفل بصي ارجعي لنا في اقرب وقت. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله قريبا ليك يا ريم حبيبتي. طبعا الدهان في الرؤى دايما تجديد وتغيير، يعني خير جاي لها باذن الله. كلها انتقالات طيبه ليها باذن الله تعالى. وان شاء الله يا ريم يا توتر تبقي تبشرينا بالرؤى اللي اتحققت عندك باذن الله. معانا ندى من الاقصر. السلام عليكم. عليكم السلام يا ندى. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره مليكة؟ اهلا بيكي يا ندى، نورتينا. الله يخليك يا رب. ازيك يا مدام بسينة؟ اهلا بيكي يا ندى. ازيك يا حبيبتي؟ منورين الدنيا والله. ربنا يبارك فيكي يا قلبي. لو سمحت معايا حلم يا دكتورة. اتفضلي. خير ان شاء الله. انا حلمت كنت باصة في السماء وشفت ناس راحة وجاية يعني. وبعدين لقيت مركب ومشيت فيها العروسة، عروسة وعريس، وسافروا بيهم يا دكتورة. ايه مشيت عروسة في المركب؟ هي والعريس، وكان مكتوب على المركب الكبيرة دي هنا بالبنت العريض مكتوب جبر المكسورين. العريس والعروسه دول يقربوا لك او يخصوكي؟ لا ما اعرفهمش. ما تعرفهمش. انت بتقولي مكتوب ايه؟ مكتوب يطفى على المركب الكبيره دي او سفينه زي كده يعني. ماشي.
مكتوب عليها جبر المكسورين. جبر المكسورين؟ جبر المكسورين. تمام. وسافرت المركب دي بالعروسة والعريس، وبعدين رحت شفت مشهد تاني انه فيديو بتشتغل في السماء وكده، يعني ان كان في جزء في حته الحلم دي وانا ما خدتش بالي منها. يعني انت متجوزه ولا لا يا ندى؟ انسه. عندك وقفه حال؟ ايوه. طيب يا ندى، السفينه دي لما مشيت الميه كانت هاديه ولا لا فيها مد وجزر وكده؟ ندى الخط قطع. لا انت معانا يا ندى؟ معاكم. اتفضلي يا حبيبتي. بقول لك بعد ما شفت الجزء ده والعروسه سافرت بالمركب، شفت حته ثانيه في الحال فيديو ان مفتوح فيديو تمام في السماء، اكنه في حاجه انا ما شفتهاش في المشهد ده. يعني شفتي ايه بقى؟ شفت في بنت، في ناس برضو كثيره ماشيه، وفي بنت وزعت حاجه منها وترمت في الارض، وبنت بعدها بشويه كده اخذت الحاجه دي. حاجه كانت واقعه منها في الارض واخدتها. واحده شافت واحده وقعت منها حاجه، وبنتك جت خدتها صح؟ وبنت ثانيه. بنت ثانيه. بنت ثانيه جت خدتها مش بنتك. بنت ثانيه. هي مش متجوزه. تمام. انت في حد كان متقدم لك قبل كده من محافظه غير محافظتك؟ في نفس القريه يعني. يعني جه حد قبل كده تقدم لك؟ لا، من نفس البلد اللي انت فيها. في حد من محافظه تانية؟ نفس القريه. طيب، هو طبعا انا شايفه من الرموز بتاعت الرؤيه دي الحاجه اللي وقعت هو استرداد حاجه تخص الارتباط العروسه والعريس، بس اللي انا شايفاه ان حد هيجي لها من منطقه تانية خالص بعيده منطقة. والموضوع هيكون فيه كويس جدا لو المية كانت هادية، المركب كانت ماشية بسلام، عشان كده سألتها المية عاملة ازاي. فان شاء الله ربنا. احنا معانا امل. امل. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا امل. ازيك يا استاذة بسيمة؟ اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا استاذ مالك؟ اهلا بيك يا امل، الله يسلم عمرك. لو سمحتي عندي حلمين. اتفضلي، بس ممكن في السريع؟ حاضر. ماشي. ماما حلمت ان احنا نقلنا البيت جديد، بس البيت كان على السطح، وكان فيها قدام كل اوضه موجوده طوب مبني، فماما قالت لواحد يشيله فشاله، ومتضايق ان الطوب ده اتشال، كان عايزه يفضل موجود. ومن عمتي كانت قاعده على الباب تاكل طبيخ، وقالت لماما انا عايزه اكل، ادتها طبق محشي، وقالت لها هاتي طبق محشي تاني عشان عمته جايه، ماما قالت لها لا علشان يكفينا. الحلم التاني، ماما حلمت ان بنت خالي واقفه بتبص لها في شقتنا القديمه، وفي مجموعه حيوانات منهم زوبه الاسد نايمه، ومجموعه نمور نايمه، وفي تعابين سودا اسود فصفصه عماله تهاجم ماما، كانت عايزه تردها، وماما كان معاها حديده حطيتها في بق التعبان اللي عايز يردها، وقال وعمو فتحي اتصل بيها وقال لها ان تعالي عشان تساعدي زوجتي سعديه في الكحك والبسكويت، فماما كتبت الدقيقه وراحت عشان تساعدها، وكانت عايزه تلبس الشوز بتاعها بس لقيت فيها تعابين سودا. بس بالراحه. بس ايه؟ لقيت فيها تعابين سودا. تعابين سودا في قلبي. في الشوز بتاعها. فماما تنفض التعابين من الشوز، ولقيت هوا جامد طلع من الشوز عمال يطير التعابين، فقالت الحمد لله ان انا هلبس الشوز ومش هبات هنا ومش هرجع هنا تاني، انا منفصله ومعمول لي سحر. طيب باباكي عامل ايه مع ماما او اهل باباكي؟ بابا متوفي. لا اهل بابا مش حلوين. مش حلوين اهل الاب. طيب طبعا انا شايفه من الرؤيه فعلا في اسحار اهل الاب في اتجاهاتهم حاجات فعلا اذى بالنسبه ليهم. بالظبط كده. فطبعا لما جاء اسم بقى الشخص اللي قال لها مع زوجتي سعديه هو كمان من اسمه، فانا شايفه ان مامتها عماله يعني ايه بتتجنب حاجات سيئه في حياتها، هي كمان تحصل نفسها، واسم سعديه جاي بقى خلاص الايام اللي جايه افضل ان شاء الله طالما انها وافقت انها تساعدها. معانا فاطمه. الو. الو فاطمه. الو. الو فاطمه معانا ولا الخط قطع؟ الو الخط قطع. تمام. معانا سمر. الو. الو. طيب معلش حاولي تكلمينا تاني يا سمر. يعني فاطمه وسمر للاسف يحاولوا بقى يطلبونا تاني ان شاء الله. طيب مليكه، نرجع نتكلم عن الولد والبنت في الاحلام.
احنا قلنا الولد، احنا قلت طبعا جزئيه الولد بشكل عام، انت قلتي ايه او الراجل بشكل عام؟ الراجل، لكن أيوه. الولد دايما حلو، الولد حلو حلو، بس الا اذا كان يبكي. البكا لا، للولد والبنت الاثنين زي بعض، غير لا يحمد. فالولد دايما بشاره حلوه. طبعا كلنا كنا مفكرين، الحمد لله ربنا كرمني في التفسير في النقط دي وفعلا اتحققت. كل كان مفكر زي ما حضرتك قلت في الاول ان الولد سيء او كلام صعب او حاجه مشكله. أيوة. فلا الولد. طب احنا معانا مكالمه اخيره، اخر مكالمه هناخدها. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مين معايا؟ ناديه من الدقهليه. اهلا بيكي يا استاذه ناديه. ممكن اكلم الدكتوره مليكه؟ اتفضلي. طبعا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي حبيبتي. ممكن تفسري لي رؤيا؟ اتفضلي. خير. في شخص يعني راجل اعرفه زي والدي يعني من سن والدي. الراجل ده مسيحي مش مسلم يعني. تمام. حلم لي رؤيا، والرؤيا دي اتكررت معاه مرتين اتنين. تمام. مره من 5 شهور ومره من اسبوعين. تمام. حلم انا اساسا منفصله وبيني وبين طليق المحاكم ومفيش معايا اولاد. حلم هو الراجل ده فاتح محل يعني. حلم ان انا هناك في البلد اللي هو فيها دي، البلد دي انا كنت متجوزه فيها طليق اللي انا انفصلت منه اصلا. الشخص ده اللي حلم مش حضرتك؟ الشخص اللي هو المسيحي ده. انا مسلمه، ما هو مسيحي يعني. اللي حلم لي الرؤيه دي. تمام. حلم ان انا في البلد، اللي هو قاعد فيها دي، فاتح فيها المحل وعايش فيها دي، البلد دي اساسا بتاع طليقي، طليقي منها. حلم ان انا معديه عليه من على المحل ومعايا ولد وبنت بيمشوا على رجليهم في عمر مثلا 5 سنين مثلا. بيتكلموا يعني. تمام. الولد والبنت دول ولادي في الرؤية. وقال لي وعديت عليه وسلمت عليه وعرفت عيالي بيه وقلت لهم ده عمه حنا، ده خاله حنا، ما قلتش عمه، ده خاله حنا، ما تبقوا جايين معديين من الشارع من على المحل بتاعه ابقوا تعالوا سلموا عليه. قال وكمان من ضمن اللي شافوا في الرؤية ان الولد والبنت جمال جدا وشعرهم اصفر، والولد عينه خضره وابيض وشعره اصفر، والبنت شعرها طويل واصفر وبيضه. تمام. ولابسين يعني احنا معلش عشان وقت البرنامج بس في السريع عشان انا طبعا الوقت كده خلاص. ماشي ماشي. قال لي ان ولادي دول لابسين لبس فخم جدا يعني وجمال جدا، بس اللي هم جايين ولاد حضرتك. شكرا. انا مش معايا عيال، مش معايا اولاد. تمام. انا منفصله وبيني وبين طليقي محاكي. طيب. هي قالت الشخص ده عايش في البلد اللي طليقي. وحضرتك قلتي عندك ولد وبنت في الرؤية. شكرا. أيوة. شكرا شكرا ليكي. طبعا هنا الولد والبنت، الولد هنا الموضوع اللي هي بتسعى ليه، والبنت ان شاء الله رب العالمين هيكون لها انفراجه في الموضوع بتاعها، يسلموا. طبعا المسيحي طبعا طبيعي جدا او المسلم زيه زي المسلم بيشوفوا رؤى، فالرؤية معناها هو اللي هيوصل لها رساله طيبه هتجبر بخاطرها، هتيجي عن طريق الاخ المسيحي اللي شافته في المنام. ف ان شاء الله بشاره يعني طيبه ان شاء الله. والله اعلم. طبعا احنا بنشكر كل الساده المشاهدين. طبعا للاسف ان الوقت البرنامج والمكالمات كتيره جدا، بس احنا على وعد ان احنا ان شاء الله نلتقي في حلقه ثانيه باذن الله يا ملوكه. ان شاء الله يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، نورتيني حبيبتي. تسلمي لي. تسلمي لي يا مليكه. تسلمي لي حبيبتي. احنا طبعا بنشكر مليكه ايمن الملهمه مفسره الاحلام. احنا دلوقتي اعزائي المشاهدين هنروح نشوف تقرير مهم جدا عقدته شركه جو هاي كود، الشركه العالميه الرائده في مجال الابتكار. وطبعا الشركه دي قامت بفعاليات النسخه الاولى من قمه الابتكار والتكنولوجيا في مصر، واللي تعد حدث استثنائي والاول من نوعه في مصر، حيث بتهدف لتوفير فرص فريدة للتعاون والتواصل الاجتماعي بين المبدعين والمحترفين والمواهب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وده طبعا بحضور نخبة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات ورواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا والموارد البشرية والتسويق. وبتأتي هذه القمة طبعا ضمن استراتيجية شركة جو ماي كود لتكون مركز التكنولوجيا والإبداع في مصر، وتعكس طبعا التزام الشركة الدائم بتعزيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات التقنية للشباب. خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني لحضرتكم. فاصل صغير ونرجع لكم.
بشكركم جدا على تشريفكم لينا النهارده. النهارده عندنا ايفنت بتاع لونش او افتتاح لبومي فود. بومي فود انترناشونال، شركه انترناشونال بدات في تونس تقريبا من 6 سنين، بتشتغل تقريبا في 12 بلد في غرب افريقيا، في كوت ديفوار، في السنغال، في نيجيريا، في شرق كينيا، في تونس زي ما بداوا المغرب، الجزائر، وفي مصر دلوقتي. تحديدا هو استثمار اجنبي بيجي السوق المصري بجرد تحسين العمليه التعليميه اللي ليها علاقه بتعليم الشباب والاطفال، الويب ديفلوبمنت والديزاين والسوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج وكل الحاجات اللي علاقه بتحليل البيانات والديتا ساينس وهكذا، بتجربه تعليميه فريده من نوعها ليها علاقه بجوده المحتوى وتنوعه، وفي نفس الوقت في منصه تعليميه بتوفر لهم التعليم والماتيريالز، المواد اللي بيحتاجوها بشكل مختلف بشكل مكثف، سواء فيديوهات او ملخصات او كتب او كل الحاجات اللي علاقه بالمنهج المصري. احنا 120 مليون بني ادم، فمحدش يقدر يغفل اهميه السوق المصري. اظن ان هو اهم سوق حتى في الـ في الـ في الـ في الشغل بتاعنا في جوما يكون. انا مدرك تماما لاهميته، الاداره مدركه تماما لاهميته، عندنا توسع يعني خطط توسعيه سواء في حاجات تانية في القاهره او في اسكندريه او في محافظات الدلتا او محافظات الصعيد بشكل مكثف جدا في خلال السنه الجايه. في ثقه تامه في انه هيبقى اكبر حاجه عندنا في جوما يكون، وفي نفس الوقت في ثقه تامه من ناحيتنا ان احنا نقدر نقدم لهم الفاليو او القيمه اللي هم تفيدهم وتاثر على المجتمع بشكل عام. فدي ثقتنا في السوق المصري، وهنفضل نشتغل عليه لحد ان شاء الله باذن الله ما نلاقي تغيير حقيقي فيه عن طريق اللي احنا بنقدمه في مصر. تمام، احنا بنبدا من النهارده، بتجمع في رواد اعمال، تقريبا معظم رواد الاعمال الموجودين في مصر موجودين النهارده. عندنا طلبه جامعه من كليات هندسه كتير ومن كليات كتيره، او طلبه جامعه بيبقوا مهتمين بالتكنولوجيا ومهتمين ان هم يتعلموا حاجات ليها علاقه بالديزاين وتحليل البيانات والديجيتال ميديا. عندنا تراكس كمان ليها علاقه باطفال، بنعلمهم ازاي يعملوا جيمز وازاي يكودوا جيمز. فالنهارده بنبدا البدايه، عندنا كام اعلان، كام انونسمنت بنتكلم فيه عن سكولرشيبس او منح لطلاب، منح لاطفال ان هم يتعلموا كودينج في خلال الثلاث شهور او ست شهور الجايين لحد اخر السنه. فاحنا نتمنى ان القيمه اللي عندنا تبقى مفيده بالنسبه لهم، ودي هي القيمه اللي يستحقوها، واحنا مدركين تماما لاهميه التعليم ده في مصر واهميه التكنولوجيا والابداع في تطوير المجتمع بشكل عام. فعشان كده احنا موجودين النهارده، ودي الرساله اللي احنا عايزين ننقلها النهارده للناس. احنا 120 مليون بني ادم في مصر، التعليم ليه اهميه قصوى بانه ازاي نقدر نحسن مجتمعنا، والتعليم التكنولوجي كمان تحديدا، والتعليم الابداعي ازاي الناس تقدر عندها ابداع او ديزاين ابروتش او ديزاين، مبدا الديزاين او مبدا التصميم الابداعي، كل حاجه احنا بنعملها. ال 120 مليون بني ادم دول محتاجين تجربه تعليميه اظن دلوقتي بشكل مختلف. كل الطلبه في الجامعات اللي بيشتغل على بروجكت او بيشتغل على حاجه ابداعيه او تكنولوجيا، ده المكان بتاعه، وده اللي احنا عايزين نقوله النهارده. خططنا برضو النهارده اللي هنعلن عنها في الايفنت ليه علاقه بالتوسع الجغرافي في مصر، زي ما قلت لك اكبر بلد، في ايمان تام من الاداره باهميه السوق المصري، اظن هو اكبر سوق، جزء كبير جدا من الاستثمارات بتاعتنا الاجنبيه هتتضخ في السوق المصري في خلال السنه اللي جايه. هيبقى عندنا يعني اكتر من مكان تاني جوه القاهره، عندنا اسكندريه، عندنا محافظات في الدلتا ومحافظات الصعيد، هيبقى ليهم نفس الاهميه، يمكن اهميه اكتر بكتير من اللي موجود عندنا في القاهره.